نروح لملعب المباراة ونشوف كريم برضو وأجواء ملعب المباراة، وكالعادة الجمهور هو سيد الموقف. تفضل يا كريم على التليفون. طبعا عليك سريعا، طبعا البداية جمهور النادي الأهلي حاجة رائعة جدا في العائلة والتحديد العائلة لكل اللاعبين بره صدور أرض الملعب. كل اللاعبين طبعا صاحب حي جمهور النادي الأهلي الراجل إن شاء الله النهارده بتتكلم حاجة أجواء رائعة مدرب فكري جدا مش فاهم منك حاجه كريم الحقيقه، ومش سامع منك حاجه. طبعا انا عارف ان الصوت غلط، الصوت وحش يعني هناك والكونكشن وحشه، ولكن اهم حاجه انا سامعها هي تشجيع جمهور النادي الاهلي. حضراتكم سامعين كريم ولا حضراتكم حد قال حاجه فاهم حاجه او سمع؟ انا الحقيقه ما سمعتش حاجه خالص، لكن انا عارف الكونكشن هناك، ولكن انا قصدي ان انا اسمع حضراتكم قد ايه ان الجمهور هناك عامل حاله، عامل شكل، عامل حاجه حلوه الحقيقه. وهنبعت دلوقتي سمير هيتبعت لك صور على طول قبل ما نبعت لك اهو. ده طبعا صور جمهور النادي الاهلي، حاجه جميله جدا، حاجه حلوه. معلش يا اسلام، هو في مطره؟ قال لي لا لسه النهارده لا، اصل التراك مبلول. النهارده كان الصبح في مطره، لكن دلوقتي الجو افضل. خلينا بقى مع الحاجات الحلوه دي والحلاوه، بصراحه حاجه حلوه جدا. انا الجمهور بالنسبه لي وبالنسبه لاي لعيب كوره ولا اي حد في الدنيا بيتفرج على المباراه من غير جمهور، ايوه كده. ان شاء الله النهارده واضح كابتن فتحي النهارده ان الدنيا ان شاء الله خير. تبقى خير يا رب. طيب. ان شاء الله يرجعوا برج العرب فرحانين الناس دي كلها يعني، ويبقى يوم يا رب ان شاء الله. لا مش لازم برضو ترجع لي، انا عايز الجمهور حلو مفيش مشكله طبعا. ماشي هو كابتن فتحي، انا عايز اكمل بس نعم كلام تامر اسامه الموضوع.